السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملايكة ليكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت هي لك، لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. ورسالة النهاردة بتقول انك محتار في شيء، بتدور على شيء طول الوقت، يمكن بتدور على نفسك، ويمكن بتدور على مستقبلك، يمكن بتدور على شخص يكون معاك. والشيء اللي انت محتار فيه ده بيخص حاجة عندك مهمة، اما بيخص العاطفة، اما بيخص العمل، او بيخص البيت والمنزل والاسرة، وبيخص شيء المسؤولية كبيرة. الشيء اللي انت بتدور عليه ده موجود في داخلك، يعني الرسالة بتقولك ثق في حدسك. انت انسان حدسي بالفطرة، عندك روحانية مورثة من الاجداد بتديك حدس بالفطرة، يعني انت لما بتفكر في الشيء بتجذبه لعندك، بتفكر في الشيء ساعات بيكون صح بطريقة كبيرة جدا. فانت انسان حدسي بكل معنى الكلمة. الملائكة بتقولك ثق في حدسك، ثق في احساسك، خليك واثق دايما في ان ربنا معاك وجنود الرحمن حواليك. ما تدورش كتير، لان اللي انت بتدور عليه بداخلك. انظر الى صوتك الداخلي، استمع له، استمع لحدسك، لانك محاط بكم كبير جدا من النورانيات اللي بتديك نوع من الحدس القوي جدا، لانها بتتصل بيك عن طريق تفكيرك. طيب في ناس هنا بتقولي الله، طب هي ما بتتصلش بيا مباشر ليه؟ ليه الملايكة بتحتاج حد يوصل لي الرسالة؟ لان في ناس ربنا مديها هبات من عنده روحية، بتكون وسيط روحي بينك وبين العالم الاخر. يعني انت ممكن ما يكونش عندك الحتة دي، ولكن عندك روحانيات عايزة تساعدك، فبتدور على إنسان يكون وسيط روحي بينك وبين العالم الآخر، عنده اتصال مع العالم الآخر، ربنا مديله هبة من عنده في اتصاله بالعالم الآخر. في منكم كتير قوي، كتير قوي عندهم الهبة دي، ولكن مش عارفين يستخدموها، وعلى ما تستخدموها هتكون مر فترة طويلة جدا، لان الحاجة دي ما بتنشطش، او يعني ما بتنشطش الا مع ذكر الله بكثرة، وممكن تطول معاك الا لما تتخذ ورد، تعمل خلوة بينك وبين الله. يعني الحاجة دي لو انت عايزها تنشط عندك، وعايزك انك تتصل بالعالم الاخر سبحان الله، ودي حاجة من عند الله، كمان عايزة قلب يكون جامد شوية، مش من النوع اللي بيخاف، يعني ما يشوفش انوار يخبي وشه بالبطانية ويقول لا مش عايز انا كده خايف، ما يلاقيش لمسة على ايده يترعش ولا يعمل حاجة زي كده. فهي عايزة قلب شوية، وعايز ذكر الله يكثر عندك ويكون لله، يعني مش بذكر الله عشان تطلع لي روحانيات ولا تساعدني ولا تكلمني ولا تقول لي كذا ولا تقول لي كذا، انا بذكر الله لله، والمدد والعون بيجي لك من عند الله، المدد والعون بيجي لك من ربنا. هو بقى بيلاقيك انسان ماشي كده صح، بتدور على الاخره، ما بتدورش على الدنيا، بتدور على انك عايز تساعد الناس، بتدور على انك لك رساله في الحياه وعايز تأديها. فربنا بينشط عندك الشيء ده لوحده، ليه وقت الهي كده من عند الله. يعني سيدنا محمد لما نزلت عليه رساله نزلت على كام سنه؟ على 40. يعني ممكن تلاقي عليات الرسل وصلت لها الرساله على 40 سنه. يعني انت مش شرط انها توصلك على 40، ممكن توصلك يعني بدري عن كده بكتير، ممكن اكتر من كده بكتير، حسب وعيك وادراكك للشيء، وحسب تقبلك، وحسب ذكرك لله، ذكرك لله لله تعالى. ان انا بذكر ربنا علشان عايز ذنوبي ربنا يغفرها لي، بذكر ربنا علشان عايز ابقى من اهل الجنة، بذكر ربنا علشان يديني رحمته ويوقيني من عذابه. فانت بتحصل معاك المعجزات بقى الالهية، خد من عندك بقى كرامات، لو حطيت ايدك على انسان تشفيه، خد من عندك بقى انك ممكن تقرأ ما تيسر على اي انسان متلبس، انسان يكون في سحر، في اي حاجة سبحان الله، طاقة الشفاء اللي في ايدك تشفيه. وفي ناس كتير عندهم الطاقة دي، من اللي بيتابعوني انا طاقتهم بتوصلني، عندهم طاقة الشفاء دي من عند الله. في ناس عندها بقى الملائكة بتتصل بها عن طريق الحدس،
حدسه بيبقى قوي جدا، ممكن يحلم بشيء هيحصل بيحصل، ممكن يحصل بميت هيموت بيموت، ممكن يحصل بمثلا مكان راحه بتبقى روحه بتتجول. سبحان الله، الحدس عنده قوي، والمكان ده شافه في المنام وقام تاني يوم شافه في الحقيقة، شاف حدث معين وقام تاني يوم لقاه بيتحقق، فده حدس قوي جدا. واتصال ملائكي من أعظم الاتصالات، اللي هو بيتصل بيك عن طريق فكرك، اللي هو بيخليك انت تبقى عندك كده موهبة إلهية انك تشوف الحدث قبل وقوعه، ودي بتبقى زي ما قلت لكم غيب نسبي فقط لا غير، ولكن الغيب المطلق عند الله تعالى. فهو بيفتح لك الباب، بيوربه لك شوية علشان تشوف حبة من الكرامات اللي ربنا بيعطيها للإنسان. يعني أفتكر أنا أول ما جاني موضوع الحدس القوي ده، كنت بنام بشوف رؤى وحاجات حقيقية بتتحقق، ودي حاجة من عند الله يعني. وشفت رؤية كانت بتخص ابني، وبعدين انا قلت له ما تسافرش، يعني انا خفت بصراحه من السفر، لاني شفت رؤيا اكنها مفسره قدامي، وحاجه حدستني في قلبي اني ابني ما يسافرش. فانا ما رضيتش ان انا اخليه يسافر، ومسكت فعلا في قطوطه بغير الميعاد، يعني غير ميعاد السفر، بدل ميعاد السفر ارجوك وخليك في يوم تاني. ففجأة واحدة، طبعا هو مرضيش، ووالده أقنعته إنه يخليه ما يسافرش، وفعلا الوقت اللي سافر فيه او الوقت اللي راح سافروا فيه اصدقائه في الاتوبيس اللي كانوا هيركبوه ده، او الميكروباص اللي كانوا رايحين بيه، هو كانوا مسافرين بعربيه كده كبيره لرحله وكده يعني، وانا منعته بصراحه. فكان اول ما شاف الوضع تاني يوم لما لقى ان اصحابه كلهم في المستشفى، والاوتوبيس اللي كانوا راكبينه ده اتقلب كام قلبه على الطريق، فهو بقى يحمد ربنا، بقى يقول الحمد لله ان ماما قعدتني، يعني الحمد لله ان ماما ما خلتنيش رحت الرحله دي، فعلا دي حاجه من عند ربنا حدثتني لابني الكبير، وقلت له ارجوك ما تسافرش. وانا شفت المنام ده كان حاجه، اول كانت حاجه اشوفها اندهش، جاتني دهشة فعلا اني شفت الشيء ده، وقمت تاني يوم لقيته اتحقق. بس ربنا يمكن عشان رؤوف بعباده، ويمكن ربنا علشان بيحب الانسان خلاني امنع ابني في هذا الوقت، لان الواحد ما كانش هيستحمل ان ابنه يجرى له شيء في الوقت ده، وكان يعني ممكن الواحد يتجنن. فربنا برضو على قد ما هو ربنا عذابه كبير قوي، على قد ما هو رؤوف بعباده جدا ورحيم، وبيديهم هبات من عنده، علشان يمكن ربنا حاسس بقلب الإنسان ده، أو مثلا حاسس بالشيء اللي جواك، إنك أنت ما بتضرش حد في حياتك، ولا عمرك بتعمل حاجة تسيء لحد. فأنت لما بتجيلك النعمة دي تقعد تحمد ربنا 24 ساعة، تقعد تمسك طاقة الحمد، لأنك إنسان عندك حدس قوي، وممكن يبعد عنك الشيء الوحش ده في لحظة. يعني سبحان الله، لما الشيء ده بيجي لك بيبعدك والله عن حاجات كتير، بيديك زي تحذير علشان تبعد عن الشيء ده. لو رايح مشوار ممكن ربنا يعطلك بأي طريقة علشان ما تروحش المشوار ده، لغاية ما الشيء ده بيقعد يتطور معاك، يتطور معاك الحدس، لغاية ما يبقى اتصال فعلي، لغاية ما يبقى اتصال على أرض الواقع، لغاية ما كل ما انت يبقى قلبك صافي أكتر، وبتحب الخير للناس أكتر، وبتعمل القرآن لله تعالى، ربنا بيديك من عنده نذير مبين، بيديك من عنده نذير مبين ينذرك بالشيء قبل حدوثه، وده بيسمى الغيب النسبي. وانت يعني متمتع بالحدس القوي يا صاحب الرسالة، متمتع بي، وياريت انك تستمر على ذكر الله وما تقطعوش ابدا، لان هو طريقك لنور البصيرة. ربنا كل ماذا هينور لك بصيرتك اكتر واكتر، لانك انسان تستاهل كل خير. كلنا مؤمنين بالله، وعارفين ان كل واحد فينا ليه وقت وهيقابل ربنا، وعارفين ان القضاء والقدر محتم علينا، ولكن ربنا بيديك اشارة انك تغير قدرك، حتى لو انك تعدل الشيء ده قبل حدوثه، ده للانسان اللي ربنا بيحبه يا جماعة. فلما يجي لك تحذير في حدسك في منامك انك ما تعملش الشيء ده، ما تعملوش، لان الرسالة جاية لك بكده. خليك دايما منتبه لصوتك الداخلي، واللي انت بتدور عليه هو داخلك انت.
أنا كده خلصت رسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.